الصيدليات في تعز خالية من الكمامات والأدوية الموصى بها لرفع مناعة الجسم كفيتامين سي ودال. ملاك الصيدليات يرجعون انعدامها لإخفائها من قبل ملاك الشركات الموردة. ما فيش سيرة من الخارج، هذه أولا مما رجال، وحتى الكمامات الخارجية اللي كنا نستوردها كانت الباكت ب600 ريال، اليوم الباكت ب10000 ريال. إن المسألة مسألة تجار واختفاء في الأدوية، يعني بسبب أن تعز مظلوم. يقولوا أن في الأدوية حصرت في عدن ولم تدخل لتعز. الأمور السياسية دخلت في الموضوع، قشع التجار في تعز، اختفى الأدوية، الكمامات، الفيتامينات، الفوارات، حتى المضادات الحيوية اختفت، الشعب يموت، السلطة المحلية في وادي، المسألة فوق طاقة الصيادلة، فوق طاقة الدكاترة، فوق طاقة الشعب. المواطن بالشارع بدأ يعي أكثر عن أهمية الوقاية والتباعد الجسدي ورفع مناعة ومقاومة جسمه للفيروسات، ولكنه يشكو من انعدام كل ما يوصي به المختصون. الكمامات في صيدليات غير متواجدة، والجوينتي كذلك، فتحصلهم بأسعار غالية جدا. فاليوم تم توزيع إغاثات لمنظمة كير في مدرسة نعمة رسام، فكانوا من شروطهم أن الدخول للمستفيدين بالكمامات والجوينتي، إلا أن احنا نرى أنه أكثر مستفيدين يقول لك احنا مش قادرين نشتري الكمامات ولا قادرين نشتري الجوينتي. كمامات تحولت إلى جانب تجاري بحت، أولا كمامات غير صحية، كمامات غير واقية أصلا من أو تحمي من الفيروس. هناك كمامات الآن، الناس اشتغلوا في البيوت خياط كمامات وبيع في الأسواق. المواطن اليمني أصبح الآن بين المطرقة والسندان، يعني إما أن يشتري كمامة أو أن يعيش في رعب وخوف. الصيدليات معظم الأدوات الطبية اللي هي معقمة ويعني مفقودة من الصيدليات، الأسعار جنونية. يتهم المواطن السلطات المحلية والصحية بضعف الرقابة والمتابعة، كما يشكو قشع التجار وإخفاء المتطلبات الطبية والخضروات والفواكه، وإن وجدت عند البعض فبأسعار كبيرة ومبالغ بها.